السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش الإعجاب للفيديو، فضلا قبل ما تشوف الفيديو فضلا حط اللايك. ربنا يبارك فيكم، رمضان كريم. أيوة أنت أيوة أهوت، يعني أنت دلوقتي سمعت أهوت وما حطيتش اللايك، بالله عليك حط اللايك حبيبي. تعالوا نشوف فيديو اليوم النهاردة. هنبدأ نتكلم، كان في سؤال بالنسبة للأستاذ علي. الأخ علي عندي الديك رجله مكسورة، تمام؟ فتعالوا نشوف مثلا نبدأ نتعامل مع الديك ازاي. أول ما بتستخدم بنبدأ مثلا زيت زيتون علشان أتهم بيه رجل الديك، تمام؟ وبعد كده يبقى معايا قطن، أبدأ ألفه حوالين الحتة المكسورة، أبدأ اللي أنا يعني أساوي العظمة بالعظمة، العظمة المكسورة، بحيث لما تيجي تلحم الرجل ما تلحمش غلط، تمام؟ ببدأ اللي أنا أخلي وأبدأ اللي أنا إيه أحط العظمة على العظمة بتاع رجل الديك اللي هي مكسورة، تمام؟ وبعد كده يعني أحط زيت زيتون، وبعد زيت الزيتون ألف القطن، قطعة من القطن، تمام؟ أنا بلف حاليا دلوقتي قطعة من القماش، تمام؟ بنلف قطن، تمام؟ وبعد القطن ببدأ أجيب يعني إيه يعني عصايتين صغيرين جدا، بحيث اللي هي تبقى حاجة اسمها صلابة، يعني ايه تبقى صلبة الرجل من هنا ومن هنا. ببدأ احط حتة من الناحية دي وحتة من الناحية دي حوالين الحتة المكسورة، بتبقى اطول من ايه من ماسكة ما بين الحتة المكسورة والحتة التانية المكسورة، بحيث الرجل تلحم صح تاني وتبدأ اللي هي تتعمل مع ايه مع دول. فبعد ما بلف في القطن بحط الايه الجدرين دولت او الحتتين الخشب دولت، قطعتين من الخشب رفنعين جدا او عودين اتنين كبريت، تمام؟ الكبريت اللي احنا يعني ايه اللي احنا بنستخدمه البوتاجاز والكلام ده اللي احنا بنولع منه كده، تمام؟ وابدا الف عليه مثلا، لو في الاحسن اللي يكون مثلا يعني فتله تكون صوف، تمام؟ بحيث اللي هي تبقى خفيفه، ولما اجي الف ما اشدش جامد علشان خاطر الدم بتاع رجل الديك ما يتزنقش، رجله ما تورمش، تمام؟ فببدأ اللي انا الف حوالينها برفق، تمام؟ بحيث اللي هو رجله ما تبقاش ايه معمولة جامد. دلوقتي انا شغال دلوقتي يعني دلوقتي بلف اهوت حاليا القطعة من الخيط اهوت، تمام؟ وابدأ استخدم معاه مضاد حيوي بحيث علشان ما يجيلهوش التهابات وكده، يعني فنكان لازم يكون معاه مضاد حيوي. لو اي مضاد حيوي بنبدأ نديله مثلا نحطه في المية، نديله مثلا يعني لو جبنا حقنة سوفيتاكس بنبدأ نحلها مثلا في الحقنة بتاعتها، ونبدأ مثلا نديله مثلا يعني سنتي كده او نص سنتي كل يوم، كل 12 ساعة، بحيث ما يجيلهوش التهابات في العظم، تمام؟ لغاية ما العظم بتاعه يبدأ يلحم. ده استخدامه نفس ما يكون الواحد يعني ايه لا قدر الله واحد مكسور وكده، فبيبدأ مثلا عشان مثلا هو العظمة بعدت عن العظمة، طب ايه اللي هيرجعهم؟ بيبدأوا اللي هم يعملوا له صلابة في المستشفى، ويبدأ بعد كده بيعملها له بالقطن والشاش، تمام؟ وبعد كده يبدأ اللي هو يحط له عليها جبس، تمام؟ هو طبعا الديك مش هينفع ان احنا نحط جبس عليه والكلام ده، لكن احنا لان انا جربتها بالفعل قبل كده، وكانت رجل الديك مكسوره اهي زي ما انتم شايفين اهوت، عملت دي الحته اللي الجدر اهوت يعني صلابه مثلا عك كبريت الناحيه دي وعك كبريت الناحيه دي، لو ما فيش يعني عندك قطعه من الخشب او سلخة رفيعة جدا من الابلكاش اللي احنا اللي بيستخدموه في اوض النوم والموبيليا والكلام ده، تمام؟ بنبدأ اهوت يعني بدل الخيط ده، لو انت عندك مثلا زي ما احنا قلنا في الاول نته الرجل الديك زيت زيتون، وبعد زيت الزيتون نبدأ نلف الرجل بالقطن، وبعد القطن يعني نحط الصلابة من هنا وصلابة من هنا، ولو موجود شاش تبدأ تلف حوالين البتاع بالشاش، وتيجي في الاخر لزقه شيكرتون، ونبدأ نلفه على بس ما نشدش جامد علشان ما نخليش رجل الديك تبدأ اللي هي تزنق، او تبدأ مثلا اللي هي تتزر كده، تبقى يعني تخلي رجل الديك تورم، وطبعا جو حر فيبدأ مثلا جسمه يضرب وكده،
تمام، ونبدأ نحطه أهم حاجة على أرض تكون ترابة، أرض يعني حنينة تحت منه مش صبة بحيث ما تأثرش عليه. تمام، هو أنا بس دلوقتي يا دوبك بغسل وشه، لأن ده لو أنتوا عارفين ده الديك اللي هو مسرطن، ده الحمد لله دلوقتي بدأ اللي هو يعني يبدأ اللي هو يتحسن مع البرشام اللي هو الاسبرين بتاع السيولة وكده. تمام، مع شوية علف وكده. تعالوا نشوف ناس كتيرة بتبدأ مثلا يقول لك عندي الكتاكيت عمر مثلا شهر شهرين، يبدأوا اللي هم بيحددوا مع بعض ويبهدلوا بعض. أبدأ أتعامل معهم إزاي؟ أنت لو جيت دلوقتي هم بيبدأوا اللي هم يضربهم، لو رشيت على وشهم سبرتو تمام هيجي على الجرح، هيبدأوا اللي هم يبعدوا عن بعض، وفي نفس الوقت نبدأ نوقف معاهم فراخ أكبر منهم، بحيث لو كتكوت قد اللي في ايدينا ده بدأ اللي هو يتضارب، بيبدأ مثلا الكبير يبدأ اللي هو يضربه هما الاتنين. تمام، اللي بحطه على وشه ده هو زيت سمك بسبرتو ابيض. تمام، وابدأ مثلا الكتكوت ده عمل معايا كده، فلو انا سيبته هيبدأ التاني هيبدأ اللي هو يموته. المشكلة اللي ده كان محدد مع كتكوت اكبر منه. تمام، بدأت اللي انا احبس ده، يعني لو انت عندك يعني بياتة تانية كده على قد كتكوت تبدأ تحطها، أو قفص من بتاع العصافير اهوت هوريه لكم اهوت. أهو شايفين وش الكتكوت، يعني وش الكتكوت كان متدمر خالص اهوت، عصتله الوش بتاعه بالزيت السمك والسبرتو الأبيض. ده قفص من بتاع العصافير، ببدأ مثلا اهوت أبدأ اللي أنا أحبسه تحت منه، هو خفيف ببدأ مثلا تجيب مثلا حاجة تقيلة قالب طوب ولا حاجة تبدأ تحطه فوق القفص، بحيث اللي هو ما يبدأش اللي هو يزق القفص وايه ويقع منه. ده حاجة قدامكم كده تمام، لكن هو في باب العصفور العصافير طبعا مفتوح الناحية دي، ده ببدأ اللي انا احطه مثلا جنب جدار ويبدأ اللي انا ازنقه بحيث اللي هو ما يبدأش اللي هو يخرج منه كده. فبحب اللي انا عشان خاطر التصوير والكلام ده، فطبعا بوريكم الحاجة قدامكم وهي اتعملي. وطبعا الفيديو ده هو جه برضو علشان خاطر زي ما احنا قلنا الاستاذ علي اخونا وحبيبنا من العراق، طبعا حبيت اللي انا اعمل له الفيديو ده هوت علشان خاطر هو سألني بالفعل عندي الديك رجله مكسورة، وباذن الله ربنا يعني يعمل نفس العلاج ده، وباذن الله ربنا يشفي له، يعني ربنا يشفي الديك والكلام ده، وباذن الله يبقى كويس. ببدأ اللي انا اتمنى منكم اسئلة تانية، بحيث لو عوزتوا يعني اسئلة ونبدأ نعمل عليها فيديوهات، نبدأ نأجب عليها في فيديو، يعني سؤال نبدأ نأجب عليه في فيديو بإذن الله، واشوفكم في فيديو تاني بإذن واحد أحد. بس ما تنسوش الإعجاب بالفيديو، والسلام عليكم.